السلام عليكم إخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة. كنتمنى منكم أنكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومة جديدة إن شاء الله. اليوم غنهضر لكم على واحد الكومبريمي. الكومبريمي اللي هو عبارة عن مكمل غذائي وليس بدواء، ومحضر من واحد المستخلصات الطبيعيه اللي الاسم التجاري ديالو هو اودغين. هاد اودغين هذا كيليق للناس اللي باغين يضعفوا، الناس اللي عندهم مشكل ديال الغلط وبغاو ينقصوا شويه، ممكن يستعملوا هاد اودغين هذا. هاد اودغين هذا كيساعدكم انكم يعني تضعفوا بلا ما تاخذوا ريجيم، وكيحيد لكم هذيك المياه اللي كتكون زائده في البطن والارداف، وكيحرق كاع الدهنيات، وايضا كيقلل حتى الشعور من بالانتفاخ، وايضا كيساعد على انقاص الوزن قبل واثناء النظام، يعني قبل وبعد النظام الغذائي. وكذلك يعني كيخفف من تاثيرات الارجل يعني الثقيله الناتجه عن يعني الاحتساس بالماء ملي كيكون في البطن. مولي هذا فهو كيقدر انه يساعدك على حتى الشهيه تسد لك باش ما تاكلش. هاد اودغين هذا راه يعني زوين وفعال، راه جديد بالنسبه للمراه الحامل والمراه المرضع. المهم، والمرأة المرضع يعني ما يمكنش لهم انهم يستعملوه الا باستشارة طبية من عند الطبيب ديالهم. هو راه كيعطي واحد يعني كيعطيك واحد التنحيف وواحد التخفيف، وكيقلل من التورم. طريقة الاستعمال ديالو راه سهلة جدا، يعني جوج حبات قبل الفطور. يعني هذا البرنامج هذا قابل للتجديد لمدة 15 يوم، يعني حبة فيها يعني البواطة فيها 30 كومبريمي. هذه يعني الا خديتي جوج يوميا غتجيك 15 يوم، ويعني قابل للتجديد، يعني قابل تجددها. وهو راه عبارة عن مكمل غذائي وليس بدواء. الثمن ديالو راه كيدير 85 درهم، راه موجود في جميع الصيدليات. المهم بالنسبة للناس اللي بغاو يضعفوا، يمكن لهم انهم ياخذوا هذا الكومبريمي هذا ويتبعوه، راه زوين وفعال. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله.